هون مخبى الكنس الكبير بالدير، ما عندي غيره أقدم لكم إياه. لو عرفتك رح تبقى هون كنت بعتك انت تعبي مي. ليه ما فتحت الحانوت؟ ناطر خيي فرانسيس بده يزور رئيس الدير، قلت بروح معه. لو تسمع مني نترك هالحارة ونعيش حد بيت اهلي. رجعنا على نفس النغمة؟ شو جيتي يا مرات خيي؟ ويني اليصابيت؟ اليصابيت مشغول يا عم تحضر لي اغراض السفر. اليوم مسافر على جبل لبنان؟ إذا الله بيريد. الله يكون معك. تعم شوف اليصابيت اذا بدها شي مساعدة. شو يا خي بعد ما فتحت الحانوت بك شي؟ ابدا ناطرك. ناطرني لالي؟ مرتك اليصابيت قالت لي انه بدك تزور رئيس دير الفرنسيسكان، قلت اروح معك. وليش بعد ما رحت على الدير؟ الك بالعاده تزوره بعد صلاة الصبح. اليوم غير البرنامج. طلب مني ابونا الرئيس اعطي تعليم مسيحي للتلاميذ. الراهب اللي بيدرس بالدير سافر شهر على ايطاليا. شو رايك نمشي هلا؟ ايه تاخرتك فيه. ما بدك تاخذ ثيابك وزبات السفر؟ اللي صبيت محضرت لي اياهم رح يمرق احمد ياخذهم ويلاقيني عند درويش اغا. يلا. حسيتك مش عبعدك اليوم. مش طايقة العيش بهالحارة. بوشي عبد المعطي ما فتح الحانوت اليوم؟ أبونا الرئيس باعت وراه، بدو يحل مطرح الراهب اللي بدرس الأولاد على مدة شهر. للحقيقة عبد المعطي منارة فكرية وأدبية، كل تلاميذ المرقوا عنده بيحترموه ما بينسوا فضله. هيدا كان قبل ما يتقاعد جوزي ويترك التعليم لغيره وجوزك يفتح له حانوت يعيش منه. قلتلي جاي عالدير تدرس الولاد وبعد فيك عالتدريس كخيي. ما صدقنا عم صديق الله قمتين اعادتكم فتحت هالحانوت
وصار شغلك على رواق، بعد فيك تتحمل ضغط شغل. عقولة مرتي، أنا ما خلقت للتجارة، أنا خلقت تعلم وربي الأجيال. يا أبونا الريس، بهالموقف اللي آخده رح تعملنا مشكلة كبيرة مع يهود البلد. وكمان إذا بشيل البلاطة عن قبر البدري توما رح يصير معي مشكلة كبيرة مع أهل الرعية. يعني هالمرة ليجي الطلب بأمر من بلاط الأمبراطور، هالشي بيعني إنه الوضع وصل لحد كتير محرج. سعادة القنصل، عم تحرجني كتير بطلبك. أنا ما فيي آخذ هالموضوع من راسي، ما فيي شيل البلاطة حتى ولو أني رئيس الدائر هون. أنا بحاجة لإذن خاص من روما. اترك المسألة علي، أنا بجيب لك الإذن من الفاتيكان. إذا أجينا إذن خاص من الفاتيكان تكرم عينه الأمبراطور نابليون الثالث. أنا مستعد هلأ شيل البلاطة عن قبر الشهيد البدري توما. يا شيخ فرانسيس، يا شيخ فرانسيس. عفوا، حضرتك عم تندهيلي؟ ما قالي غيرك يا شيخ فرانسيس، سألت عنك بالحارة، قلت لي مرتك إنك جاي عالدار. خير يا حرمي، شو القصة؟ جوزي بي ولادي بارح تركوا الشغل، ما قالي غيرك تردوا على الشغل. عمهلك عمهلك يا ست، عمهلك. مين جوزك ومين تركوا شغله؟ جوزي حضرتك ما بتعرفه، بس تعرف يلي تركوا شغله. مين يعني؟ باشا. شيخ فرانسيس، بيي بقول انك بتساعد الفقراء. هيك بيك بيقول؟ بقول كمان عنك قديس. شفتي يا حرمي ليش جوزك دهروه من شغله؟ لانه بكتر حكي وبألف اخبار مش مزبوطة. شيخ فرانسيس، في عائلة من 7 أولاد برقبة جوزي. بعرف يا اختي بعرف، ما رح اترككم وحدكم بهالمصيبة، ما تعتلي هم. هلا من بعد ما فل من هون رايح لعند الشيخ عبد الله، ومن بعدها رح زور درويش آغا، رح جرب احكي معه وخليت وسط لك، بركي برجعوا لك جوزك على شغله، ما تعتلي هم. الله يرد عن عائلتك يا شيخ فرانسيس. الله يكون معك يا اختي. مسكيني هالمرة، ما عم بتروح من فكري. أنا ما عم بفهم ليش الباشا بده يحرم لجوزها من وظيفته. لأنه مسيحي. لأنه مسيحي؟ جديدة هاي. هيدا اللي فهمته منها، مش بس جوزها شحطوه من وظيفته، كل رفاقه الموظفين المسيحية كمان شحطوه. كيف يعني؟ مش لحقون على الطرقات؟ معقول هودي المساكين من وين بيطعموا عيالهم؟ Thank you.
يخلص الشمع بالدك. جايب له معي مصاري لابونا الريس، تبقى وصي على الكمية اللي لكم بالعيد توصوا عليها. انت هلأ رايح على جبل لبنان؟ ان الله راد. ديروا بالكم على عائلتي، ما بدي وصيكم. عذرة ترافقك. وين بيكون هلأ رئيس الدائرة؟ ما بعرف، شفته قطع من هون. سلموني عليه، أنا بدي روح عند التلاميذ، ما بدي أتأخر عليهم. ما بعرف ليه هاليومين أنا وعم صلي بهالكنيسة بحس مثل غصة بقلبي، شي عم بيعدي مع عيوني. لا سمح الله، بدي حياتك أخيي بين بيتنا وبين الدير، مثل شي ناسك متعبد لربه، بركي لازم تغير انت الجو. مش قصة جو يا خيي، بدك تقول قلبي قوي من شي. توقع، بركي بتشوف الراهب النمساوي أنجلبرتو أو الإسباني فرانشيسكو، اثنيناتهم خبرة بالأعشاب وبالطب الشرقي، بركي بيوصفوا لك شي دواء بيريحك. ما تشغل بالك فيه. يا حبون تفضل. الله معك ابونا الرئيس. شيخ فرانسيس اهلا وسهلا فيك، جيت بوقتك. خير ان شاء الله. تفضل. شيخ فرانسيس، انا معود استشيرك كل ما امر بمساله حرجه. كان عندي القنصل الفرنساوي من شوي. عايش شي ابونا الرئيس، نحن حدك. الله يخلي لك عائلتك يا شيخ، مش قصة عزيم شي. القنصل الفرنساوي تمنى علي إذا منشيل البلاطة عن قبر البدر دومي. حضرتك تعرف شو السبب؟ لأنه مذكور على البلاطة إنه اليهود قتلوا. هلا بطل عنده شي الإمبراطور الفرنساوي نابليون الثالث غير هالبلاطة الصغيرة على قبر شهيدنا الغالي. الصراحة أنا محتار، إن خليتها جيراننا اليهود مسعوشين منها، وإن شلتها رح تطلع صرخة الأهالي. أنتوا بتعرفوا شو كان بالنسبة لقلون البادر توما، مش بس راهب، كان صيدلي وطبيب ورفيق كل موجوع وفقير. الله يرحم. ما بيكفيهم أناصر الغرب، ضلوا يضغطوا يضغطوا تجبروا الباشا يظهر القتلي من الحبس. هلأ طالبين يشيلوا البلاطة عن ضريحه. ويا ريت، صفروهم على مصر وعايشين أحلى عيشة وتجارة. ويا لطيف. موضوع درس اليوم الاستشهاد المسيحي. الشهادة بالمسيحية بتتحول بعض الأحيان للاستشهاد، وكل ما تحرر الاستشهاد من الأنانية ولامس حدود المحبة والرجاء كل ما تكلل بالقداسة. الاستشهاد مانو مجرد عمل بطولة بفتش من خلاله الشهيد على الشهرة أو على مجد شخصي باطل أو حتى على تكريم للمؤمنين. الاستشهاد لازم يكون مجرد من كل شيء اسمه أنانية. أستاذ، فينا نحط استشهاد البادري توما من 20 سنة بهالإطار؟ أكيد، البدري توما الكبوشي كبير بروحانيته، كبير بإنسانيته، وكبير باستشهاده. أصلاً بعد قضيته لليوم خد البلد. صحيح عمي مثل ما عم ينحكى إنه قضية الراهب الشهيد سياسوها؟ للأسف دائماً بتخضع بعض القضايا الكبيرة لتفاهات سياسي. بس ما بيجوز هيك. على العموم اليوم صار في فرق كبير بين استشهاد هالأيام واستشهاد قبل. اليوم ما بقى فيهم المجرمين يهربوا من المسؤولية، صار في عدالة وصار في رأي عام عم بيحاسب. صرنا بمرحلة كل شعوب العالم صاروا عارفين شو عم بيصير بنقطة معينة بهالأرض. تفضل. الله معكم. يا هلا فلي. وكيف هيدي؟ او يا هلا او فلي. مرقت على الحانوت لقيته مسكر. بعد الظهر بتلاقي عبد المعطي بالحانوت.
أنا فيي ساعدك بشي؟ بدي ردله هيدي الشقفة. ليه ما عجبتها لأمك؟ بلا كتير عجبتها، بس جوزك عطانا هن زيادة. قال له بيي بدنا 10 تدرع، عطاه 14 وأخذ منه حق 10. هولي 4 تدرع زيادة. قالت لي أمي تردله إياهم. حرام بيستفيد ببيعهم. ممنونتك يا بنتي. هلا أنا بخبر على حالي. سلميلي كتير عقلك. تبقوا شق علينا. عليك خير. تفضلي. بقلك جوزي ما خلق للتجارة، ما بتصدقوني. ايه بسيطة، ما بدها هالقد. عبد المعطي عينه شبعاني من هالدنيا. بس في حدود. كقلي صبيت، جوزك فرانسيس عطاه مصاري يأسس مصلحة، واقف حده ما يزيد عليه. ما في مشكلة، ما تحكي بقى بهالموضوع. لأي متى بده يضل حسابه بالحانوت يخسر يعني؟ حدا بيشتغل بالتجارة وبيخسر، ايه بطل اسمها تجارة. كل وقية بيزيدها للناس ببلاش، وكل دراع بيروح بخشيش. يوم عن يوم عم بتزيد خسارتنا. كل شهر بعمل له حساباته بيطلع مكسور، وبيرجع جوزك فرانسيس بيسكر كسوره. وبرجع بقلك ما بدها هالقد. جوزك قديس. بونا الرئيس بل من هالكيس. شيخ فرانسيس كتر خيره، اصلا خيركم فايض علينا. رح اغيب حوالي الشهر يا بونا الرئيس، طالع كسروان بجبل لبنان وعلى بيروت. اذا عايش شي لدي احكي اخوتي. الله يخليك، اصلا ما عم تتركولي مجال اطلب. كل ما بعوز شي بتفوقوا عليه وبتأمنوه قبل ما اطلبه. وبعدين خيك رفيل مثل خيالي بهالدير. احيان كتير انا اشياء ما بنتبه له هو بفوقني عليها. بضل في عنا تقصير اتجاهكم يا بونا الرئيس. الله يحمي هالدير ويبارك بهالرهبان تيضلوا نعمي بقلب هالمنطقه. امين يا رب. بونا الرئيس، في احكي مع خي عبد المعطي قبل ما سافر على جبل لبنان. بدي شوفه شوي. ايه ولو شيخ فرانسيس، تفضل خذ راحتك. بتوصيني شي على جبل لبنان؟ بدنا سلامتك تروح وتيجي بالسلامة، بس المهم تنتبه على الطريق ما نقطع الطرق. مش أول مرة بزور فيها الجبل، وعادة الطريق اللي بخدها أهمني. بخاطرك. العذرة تحت. بعد ما سافر بي على جبل لبنان؟ هلا مسافر. الله يوفق. خلينا نكفي موضوعنا. عمي بدي ارجع موضوع الشهيد البدري توما. كلنا سمع. مثل ما فهمت من بي، صار في ضغط اوروبي على السلطنة العثمانية حتى تخلي سبيل المجرمين اللي قتلوا البدري توما. خلينا ما نفوت بهالبتهات يا مخيل. احصر فكرك بس بالموضوع الاساسي يلي هو الاستشهاد والقداسة. هو الأساس. بالنهاية المسيح بيقول بإنجيله أنتم لستم من هذا العالم، يعني عم يقصد كل العالم من الشرق ومن الغرب. نحن أولاد السماء، نهايتنا هونيك، وهونيك قلبنا لازم يكون. حضر حالك يا عبد. أكيد شيف. ما بتعرف أي نهار بيعطونا الإشارة تنفذ الخطة العثمانية. خلي رجالك جاهزين. ما يكون لك فكر شيف. كنت عارف إنك الشخص الأنسب لهالمهمة. هايدي حلوانتك اليوم. مثل ما اتفقنا، هاودي دفع على الحساب. ما راح بتكون غير ممنون شيخ. ما بدي ذكرك يا عبد، كل اللي عم بيصير عم بيصير بالسر. مفهوم؟ أكيد.
هالايام صايره دمشق من اهم المدن الصناعيه بالشرق، وخصوصي بالنسبه لصناعه الحرير والحياكه، وكل الغرب عم يقصدها تيتاجر مع اهلها بهالصناعات النسيجيه اللي مفاتيحها بايدكم انتو المسيحيين. وصناعه الحرير بدمشق انتو النصارى اسياده. الصناعه كثير مزدهره ببلادنا يا شيخ عبد الله، خصوصي انه ازمه انتاج الحرير بفرنسا بعدها على وترتها من سنه 1845. مش قليل كيف الله غضب على الفرنج وضرب لهم صناعة الحرير وخلى المرض يصيب لوت الأز. خلينا ما ندخل الله المجد لإسمه بهالأشياء الصغيرة، ما أنت شيخ العالمين يا شيخ عبد الله، الله مش فاتح تجارة مع البشر، خلي التجارة لإلنا وما تدخل السماء فيها. مصائب قوم عند قوم فوائده، مش هيك بيقول المثل؟ والأوروبي بعد ما انضرب إنتاجهم من الحرير صاروا راكدين ورا الحرير السوري واللبناني، وانت اخبر انسان بهالمصلحه شيخ فرانسيس، منشان هيك حابب استشيرك. عم فكر اعمل مثل ما عملوا آل بولال. بدك تستورد مكانات صناعيه جديده؟ عم جرب فوت على صناعه الحرير بطريقه عصريه. عم فكر صنع الجاكاري ميكانيكي. شو رايك؟ انا بالاساس الموضوع بهمني ما دامني تاجر حرير. لانك قادر شيخ فرانسيس طلبت منك تنقلني. محمس كثير على الفكره. بعد ما اسواق القدس وتركيا ومصر وايران وحتى الاوروبيين فتحت لصناعه الحرير الدمشقي. ما زلني حدك ما تعطى الهم يا شيخ عبد الله. وبزيارتي على بيروت وجبل لبنان رح اجرب احكي مع التجار الفرنسويه حتى تستورد المكنات بارخص الاسعار. ومتكل عليك تدلني على خبراء يساعدوني بصناعتي. ووعد مني. بس ارجع إلك مني 800,000 قرش اعتبرهم سلفي حتى تنطلق بمشروعك. مش رح ردلك يوم مع الفايدة، لا دينك بيسمح ولا ديني بيسمح. أنا ما باكل رزقتي إلا بالحلال يا شيخ عبد الله، من هالناحية ما يكون لك فكر. عم بتعلمني عليك خيرة الأوادم. الله يديمك. الله يخليك. شو عملت؟ صرت مجمع لي شي 150 شاب. عودة إلك 3 قروش على حساب نشاخ عبد الله. درويش آغا مش عايز أول عم بيصير. مش قبلين إنه رجاله ينضموا على صفوف الثورة ضد النصارى. درويش آغا ما راح يقدم ولا يأخر. طالما الثورة بده إياها الباب العالي وإسطنبول هي اللي حطت الخطة وهي اللي مغطيتنا. طالما الإنكشارية والعسكر العثماني هن راح يكونوا على الأرض. نحن يا صديقي واجهة لا أكثر ولا أقل. نمشي. بدك تطول جمال لبنان؟ حول هالشكل. ايه الوضع مين؟ الهيئة هي. وبكسروان كمان؟ وبكسروان كمان. دخلك ضامن الشاهين شو صاير فيه؟ ما بعرف هالمظبوط، بس اللي بعرفه انه وصلتني رساله من مشايخ بيت الخازن بدهم اياني اتولى تدبير رزقهم وانتاج الحرير عندهم. يعني مشايخ بيت الخازن اللي ترك منهم ارضه ورجع؟ رجعوا كلهم، رجعوا على مصالحهم واملاكهم، هيدا اللي فهمته منهم، وانا رايح لعندهم بالخصوص. بتحب حدا من رجالنا يرافقك بمشوارك شيخ فرانسيس؟ لانه مثل ما عرفت الشخص اللي كنت تطلع معه على جبل لبنان مريض. دبر لي ابنه رح ينطرني حد حارة درويش اغا. مضطر قبل ما انزل على جبل لبنان امره لعند درويش اغا عمل له زياره بموضوع مهم. في شي شيخ فرانسيس؟ قصدتني اليوم مره مسكينه وطلبت مني اتوسط لها مع الباشا اللي ترك لها جوزة شغله. هيئته الباشا مترك رجال كتير اشغالهم. الولايه مارقه بفتره ماليه صعبه. منشان هيك بدي أمره اعمل زيارة لدرويش آغا، بركي بيتوسط لها مع الباشا يرد لها جوزة على شغله. حرام، عائلة مصدورة. الله بيرد عنك، اعطيني اسمه كمان، بركي انا براجع الموضوع مع الباشا. الله يديمك ويخلي لنا اياك بهالهمة يا شيخ عبد الله. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك
ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. كل الولاد ناموا؟ شكر للرب، صلوا معنا وفيقوا عنه. شو مخيل بين بعضها سهران؟ بغياب بي ومن غير شر، هو رجال البيت. خينا فرانسيس رح يبقى فترة غايب عن البيت. عنده شغل بجبل لبنان. مشايخ بيت الخازن رجعوا على ديارهم واملاكهم. بدهم حدا خبير وتاجر من برات منطقتهم يعتمدوا عليه بالتجارة. بيظهر عم بيجربوا يهربوا من أهل البلاد من بعد الثورة الفاشلة اللي نظمها الفلاحين بكسروان. هيك الظاهر. شو بدنا بالسياسة كعبد المعطي؟ ليش من أي متى أنت خبير بالسياسة؟ شيخ بيت الخازن استدعوا بي لعندهم عمي؟ تسمحي لي جاوب مرتي؟ مشايخ بيت الخازن طلبوا من بيك يزورهم، بدهم يسلموا أشغالهم ويتولى عنهم تسويق المنتجات تبعهم. كيف ما كان رح يغيب شهر بكامله من غير شر، وطول فترة غيابه ما لازم يتغير شي هون. معك حق، خصوص المساعدات اللي كان يعطيها بالسر. كل العيال المستورة اللي كان يهتم فيها بدنا نتبعها. ايه بس نحنا ما منعرفهم. مش انا مرته، ما بعرف ايده اليمين لمين بتعطي. رئيس الدار بيعرفهم. قال لي فرانسيس عطاه كل الأسامي وكتب له القيمة اللي بتاخدها كل عائلة. إليصابيت، كل اللي لازم تعمليه أنت تسحبي كياس جوزك من الخزانة الخاصة تنسلمه للدير والباقي على رئيس الدير. المسافة شو قطعتها قوافل، وهالطريق الوعرة والطويلة شو مش عليها بشر من كل الملل والأمم. قلك شي نص ساعة ساكت، منك حابب رفقتك؟ أو لأني ولد أصغر منك ما لك جلادتي. ما تواخذني يا أحمد، كنت عم صلي مصبحتي. منيح هيك عطيتني مجال إني أتذكر كم آية في القرآن الكريم. خلينا نقعد نرتاح شوي قبل ما نقطع النهر، وبس نقطع النهر نقعد بناكل اللقمة. يا الله، إنه زمان جدودك عايشين بدمشق شيخ فرانسيس؟ نحن بيت المسابكي عشنا بدمشق من أيام الأيوبية. جدنا الله يرحم ترابه كان مسيحي وكان على علاقة منيحة مع الإسلام،
وصلاح الدين الأيوبي الله يرحمه أسس معنا علاقة صداقة واختار عائلتنا تتكون رمز للصداقة بين المسيحية والمسلمين بالشرق. الله يحمي عائلتك شيخ، اسم الله كبيرة. هيدي عائلتي وعائلة خيي. عايشين مع بعضكم بذات البيت؟ اي نعم. نحن هيك كمان، نحن وعمومتي عايشين بذات البيت. الله يديم الوفق. حضرتك معروف عنك معك مصاري بتمو البحر، واخوتك اتنينهم عقد حالهم. ما توخزني بتكب مصاري يمين شمال، وما حدا مقطوع الا ما بتساعده. بتبرع للاوقاف مش بس المسيحية، للوقف الاسلامي كمان. هيك بيي بخبرني عنك، بتساعد الفقراء وما في محتاج بدق بابك الا ما بتساعده. كله من خير الله، المجد لاسمه. بس ما توخزني يعني، نحن فقراء عقد حالنا، حجتنا معنا. بس حضرتك متمول كبير، اذا خيك منو قادر يعمر بيته ويستقل، ليه حضرتك ما بتعمر له بيته؟ فتحت له لخيك حنوت، ليه ما عمرت له بيت لعائلته؟ سؤال بينسأل. المصاري يا احمد بتعمر بيت يمكن، بس ما بتبني عائله. رحمة الله هي اللي بتبني العائله، ونحن والحمد لله عائلتنا كبيره، وان شاء الله بتضل هيك ومنضل عايشين على بركة الله بالسلام والمحبة. شو قولك يا عمي؟ بيكون وصل بيي على جبل لبنان؟ إذا ما في شي عرقلن على الطريق أكيد بيكون وصل. صار فيكن تتغدوا؟ يلا كلنا حاضرين. فوت يا بنت خيي ضو الشمع وولع الفحم والبخور، خلونا نصلي المسبحة مثل كل يوم قبل الغدا. اليوم كمان خلينا نصلي على نية بيي تا الله يوفقه بمشواره ويرجع لنا سالم. آمين يا رب. والله يا احمد اللي صايرنا بهالبلاد مش صاير لحدا. مثل شو يا شيخ؟ انه وين بتلاقي بالعالم كله مسيحي ومسلم عايشين عفرت قلب وماشيين عفرت طريق. بيقول عم الشيخ الدين مثل المنجل، فيك تستعمله للخير وفيك تستعمله للشر، فيك تستعمله للحياة وفيك تستعمله للموت. معه حق عمك الشيخ، ما هو الإنسان جاي على هالدنيا مرة واحدة، لشو تعيش بالمشاكل والخناقات؟ يعيش بسلام ويفل بسلام. الحمد لله نحن بسوريا عايشين بألف خير،
بجبل لبنان صار له من وقت ما راح المير بشير على المنفى والوضع متأزم عندهم. قول بجبل لبنان ما بينخاف عليهم، صحيح طوايفهم كتيري ومذاهبهم كتيري كمان، بس شعب حضاري منفتح ومتمدن. معود يا سيد أحمد، بس امرق بهالناحية حول على دير سيدته النورية. شو رأيك نميل نزور الدير؟ اتفقت أنا والشيخ الخازن نتلقى هونيك وبعدين نروح سوا على كسروان. عراسي، بس حضرتك مش مروني؟ بلا، ليه؟ اللي بعرفه هالدير فوق أرثوذكس. ما هيدي ثروة الأرض وهيدي رسالتها. صليبك واتأمل بجروحاتك بسأل حالي إلي حق زيد هالثروات وكدسها وارفع رصيدي. ساعدني يا رب تحول هالثروة للخير والمحبة والسلام. يا رب
حاسس دايما انك مبارك اعمالي وعم ترزقني، وبحس دايما اني مقصر، اللي عم بيعمله مش كافي. مين اكرم منك يا رب؟ يا ترى انا عم بتكرم كفايه؟ تعلمت منك يا رب ما ميز بين مسيحي ومسيحي، بين مذهب ومذهب، لانه بالنسبه الي كلهم اولاد محبتك للبشر. وتعلمت كمان ما ميز بين مسيحي ومسلم ويهودي، لانه بالنسبه الي يهودي كلهم فرصه لبرهن لك قديشني وافي لتعاليمك وقديشني مطيع لإرادتك. الله معك يا خيي. أهلا. بعتنا ريس الدير اللي عندك. أمر حضرتك مرافقه للشيخ فرانسيس؟ نعم. جيبت له خبر من مشايخ بيت الخازن ولازم وصل له إياه. قال الريس أنه عم بيصلي بالكنيسة جوا. إذا منك مستعجلة يا حرمة وفيك تنطر شوي، انطري. ما فيي طول كتير، لازم شوف الشيخ فرانسيس وارجع كسروان. شو الظاهر المشايخ مأخرين على موعدهم؟ مش قادرين يجوا، بعتوني تعتذر من الشيخ فرانسيس. شو جد معهم؟ شو بدي خبرك يا خيي، البلاد كلها قايمة على بعضها، دم لركاب والطرقات مزروعة جتت، جنون جنون. يا لطيف، شو عم بصير؟ يا رب اعطيني القدرة تضل ثابت بإيماني وما تتركني وحدي. فرانسيس هالحرمة ناطرتك. شيخ فرانسيس؟ نعم. الله يديمك، جاي لعندك من قبل مشايخ بيت الخازن. الشيخ الكبير بيعتذر منك وبينصحك تأجل الزيارة لأنه الوضع بجبل لبنان كارثي، في خطر عليك. خير. البلاد والعاني بالمجازر. مجازر؟ تفضل. يا رفيان، بعد ما رجع الشيخ فرانسيس؟ خيي ما رح يرجع قبل اخر الشهر ابونا الرئيس. عايز شي حضرتك؟ لا لا خيي رفيق، ماشي. الي صبيت برا، جايبت لك المصاري اللي معود خيي الشيخ فرانسيس يبعتها كل شهر للفقراء بالحاره. ايه ولو خليها تتفضل، ولو خليها برا. ان شاء الله يا ربي يرجع بالسلام الشيخ فرانسيس. ما بدي خبر لمرته ولا اخته شو خبرني الانصر الفرنساوي عن المجازر بجبل لبنان. يا رب. تفضل. فكر تعمل شيخ فرانسيس؟ شو بدك ياني اعمل؟ بدنا نرجع بلادنا.
تكلفت وجيت من بلادك بشو فينا نعمل. الظروف احكام. هالارض مباركة الرب وباسم لبنان والارز مزين كتابه المقدس. ايه يا بنتي بلادكن جني بس شعبكن مجنون. صدقني يا شيخ فرانسيس اللي عم بعد الضربات مش مثل اللي بياكلن. الله المجد لاسمه اعتنى بجبل لبنان، هو عم يجبل صخور وتربط صخور. شعب جبل لبنان عم يقتل بعضه كرمال شو كرمال مين؟ مش حرام؟ شو رح تخبروا بلادكم من بعد ما تكشح الغيمة السوداء؟ شو بدنا نعمل يا شيخ؟ ما تديروا دينتكم للأناصل والولاة للحقد والكراهية. خلوا الله المجد لاسمه كفي مشروعه معكم. خلوا بقلوبكم مطرح للسلام والمحبة. إذا كل اثنين من طيبتين مختلفين مع بعضهم بدهم يقتلوا بعضهم، إيه هالأرض بتفنى من أهلها بجمعة. الله المجد لإسمه لما جبل لبنان عملوا رؤية مش وطن. كل شعوب الدنيا مرقت بهالجبال تباركت منها المي وتعلمت من هالأرض الطيبة. فاتوا لهون غزات ظهروا رسل سلام وحضارة. ما عم بقدر استوعب يا أحمد كيف أهل جبل لبنان بذبحوا بعضهم كرمال مين؟ كرمال شو النتيجة؟ الله يهدي هالشعب التائه والله ينجينا من الأعصاب. الله معك من الرئيس. شيخ فرانسيس الحمد لله على السلامة. شو مبين رجعت بكير من جبل لبنان. شيخ فرانسيس بك شي؟ لا ابدا. شيخ فرانسيس عم تبكي؟ اول مرة بشوفك عم تبكي، في شي؟ ليش الانسان بيقتل خيو الانسان من الرئيس؟ ليش بيستعمل الحرية اللي منحوا اياها ربنا يهدر حياة إنسان تاني؟ شيخ فرانسيس حدا أبو شي؟ حدا ما أبو شي يا أبونا. الناس بجبل لبنان عم بيقتلوا بعضهم، المذابح ملوا الجبل الأخضر، عم تحصد كل شي. قضيوا على البشر وبلشوا بالحجر، ما بقى في مين يخبر. ما تخاف يا شيخ فرانسيس بضل يبقى مين يخبر. يلي عم بصير هلأ بجبل لبنان محسوب من سنين. السياسي لما بتبطل غيتها خدمة الناس، والحكام لما بيبطل هدفهم يخدموا الرعاية بدك تتوقع الأسوأ، والدول لما بيبطل هدفها تزيد الخير بإهراءات جيران الدول بدك تتوقع الأسوأ. الله يهدي الجميع. بس ما تخاف يا شيخ فرانسيس، الدنيا ما في شي بيغيرها. قد ما تهاجم العاصفة وجه المي، المحيط بدو ضلوا محيط والبحر بدو ضلوا بحر. قد ما يلعب الهوى بالرمل، الصحراء بدو ضل صحراء. يلي رسم ربنا لهالدنيا ما فيها محيط البشر تمحيط. بس ليش يا محترم الله المجد لاسمه بيسمح بكل هالمجازر والعذاب؟ ما تتصور يا شيخ فرانسيس في حاكم على وجه الأرض بحب السلام إلا إذا تنازل عن طمعه وأنانيته واستبداده. ما فيها الجرزان تشفينا من الطاعون. البلاد صار بدها حكام قديسين. بس لأمتين يا أبونا بدنا نضلنا نخلص من حرب ونفوت بحرب. أجيال بتجي
واجيال بتروح، كل شي عوج الأرض قد ما يطول في إله نهاية. بس الإنسان لازم يتعلم من الماضي يا أبونا. إنسان لازم يتعلم شغلة وحدة بس، الرب تجسد على الأرض ورسم لنا الطريق، يا منمشيها بحريتنا يا منكوي عنا وبحريتنا كمان، والقرار يلي مناخده هو دينونتنا، يا منوصل على السما يا منمطحن. أبونا الرئيس حابب أعترف. وأنا حاضر يا شيخ فرانسيس، بس حاسس حالي بدي ساعات وساعات لأعترف. ولا همك، كل الوقت معنا. شيخ عبد الله، انت طلبت من الويري يرفض وسطتي اللي عم بعملها للعائلة المصرية. انا مش ضد وسطتك، انا ضد انه يرجع النصارى اللي سرحوا من شغلهم. اجا لعندي فرنسيس المسيبكي وطلب مني اتوسط لهالعائلة عند الباشا، ولما فتحته بالموضوع قال لي انه حضرتك سبق وطلبت انك توظف خيك مطرحه، والباشا وظفه. عرفت من الشيخ فرنسيس انه النصراني تركوا الباشا شغله، فحملت حالي على حالك وطلبت من الباشا يوظف خيي مطرحه. انا عارف انه حضرتك رح تتوسط الرجال نصراني. وشو بهن النصارى؟ ما انهم بحجر مثلي ومثلك؟ درويش اغا، فتح عيونك شوي، عرف لوين رايحين. 3800 بيت مسيحي بحي النصارى بدمشق، ما تستهونهم درويش اغا. طول عمرهم موجودين، ليش لليوم صاروا زعجينك؟ عم بتحكيني كأن المسألة شخصية بيني وبينه. عم تحكي ب3800 خلية سامة بجسم الدولة العثمانية. قول لشبابك ولجيلك يفضوا حوانيتهم، بالأحرى يروحوا يصفون وما يخلوا منهم حدا يخبر. عم بياخدوا الشغل من درب شعبنا وشبابنا. معقول يعني؟ أشهر صاغة المدينة وتجار الذهب والفضة وحياكة القماش موجودين عندهم، ليش نحنا شو ناقصنا؟ بس ما تنسى بالمقابل في كتير ناس من كل الملا اللي عم بيروحوا يتعالجوا عندهم، وفي ناس معترين ومرضى عم بيعالجون ويساعدون. بعدين ما تنسى المستوصف يلي بنيو رهبات المحبة تيقدموا العلاج والدواء، ما كانوا يميزوا بين مسلم ومسيحي. تعليمات الوالي العثماني أحمد باشا واضحة، لازم نهجم على حي النصارى. مشان هيك جبر الموظفين المسيحي يتركوا وظائفهم؟ ايه، لانه النصارى عم بيعملوا علاقات مشبوهة مع عناصر الغرب. وصلوا خبر للباشا انهم عم يتسلحوا، وصلوا سلاح من اوروبا، يعني اذا مندل على هالوتيرة بيحتلوا دمشق بكاملها. متذكر المهندسين الفرنسوية اللي وصلوا من مدة تيدرسوا مشروع فتح طريق بين بيروت ودمشق؟ ما توخذني شيخ، نحنا منا ولاد صغار، بس لو ما الوالي عم بيستفيد من هالمشروع ما كان خليهم يجوا على دمشق. بعدين ما تنسى السايح الانجليزي اللي انقتل قدام الجامع الاموي، وحرضوا الجدي بالميدان الكبير، وحضره الوالي ما تحرك. انت عارف صار في اجتماع سري بسراي الحكومه حضروه كبار الزعماء، ووعدنا الوالي بالدعم والمساعده. ما تفكروا كتير سري هالاجتماع، الاناصل والناس اللي عندها نفوذ عرفوا فيه، والعالم منهم عميان. ومش صدفه بعد هالاجتماع نسمع دعوات لاباده النصارى، ونسمع كمان إهانات ومضايقات ودهم ومطاردات وحرق ونهب وخطف واغتصاب وقتل. توقعت تكون أول إنسان رح تدعم الخطة العثمانية. مش وحدة ضد نقل المجازر عبلادنا، في سليم آغا كمان ضد اللي عم بيصير، والأمير عبد القادر الجزائري معارض، وصالح آغا ومحمود أفندي حمزة وعمر آغا العابد وسعيد النوري وفارس آغا شمر وعثمان أبو جبري وابن أحمد باشا اليوسف، كلهم كتار كتار غيرهم كمان. بدك عد أكتر؟ في أحمد الترك بحوران وآل السباعي بحمص، حجوا أفندي رفاعي، كلهم منهم موافقين على اللي عم تعملوه، ورح يدافعوا عن المسيحية والنصارى بقلوبهم وعيونهم. عيب عليكم. بعرف في معارضين كتار، بس كمان نحنا قدرنا نجمع حولنا مؤيدين كتار. انتوا بالواجهة والانكشارية والعسكر العثماني وراكم.
اسمع مني وابعد عن هالموضوع. اسمع مني انت، عم تلعبوا بكرة الحية. الدولة العثمانية منا مثل قبل، منا سيدة نفسها وقرارها. بكرة الدول العظمى بتتحرك، فرنسا وبريطانيا والنمسا وبروسيا وروسيا. وسمعت انه القنصل الفرنساوي مهدد اذا بقيت المجازر ببيروت وبقي الوضع على حاله، فرنسا رح تبعت 7000 عسكري بقيادة الجنرال بوفور دو تابول. وشو إلا فرنسا ببلادنا تتقرر شو لازم نعمل شو لازم ما نعمل؟ اذا بدك رأيي خلوا المجازر بعيدة عن بلادنا. عايشين بقلق هالايام. المؤمن المسيحي لازم يضل على طول عايش بقلق حتى يكون مستعد يواجه ربه بقلب نظيف مسراج ضام. بس شو اللي مخليك تكون زعلان هالقد؟ ما انا مش زعلان، بس حسس حالي اني ماني قد هالرساله اللي نقاني ربنا من اجلها. خايف اني ما اكون هالخميره الصالحه يلي لازم تختمر بمحيطه. هالداير عمره ميات السنين، كانت رسالته بعدها يزرع المحبة يدل على طريق الرب. خايف ما رئاستي تجر الفشل لرسالة هالدير. رح يبقى ديرك بإذن الله منارة سلام ورمز للتعايش بقلب هالصحراء. يا خيو رفايل أنا مزعوج، مزعوج كتير، مزعوج كتير من الأخبار اللي عم تصلي عن المجازر بجبل لبنان. الله يلطف، الله يبعد هالكاس المر عن هالشعب المسكين. عم تصل لك أخبار المجازر؟ عم تصل لي أخبار المجازر، وعم يصل لي أخبار عن بلادنا هون. الوضع مش كتير رايق. معك حق، الناس بعيونها في قلق. أوقات ربنا بيهزنا حتى يوعينا تنتوب ونرجع نصلي ونراجع حساباتنا. مسيحية بالحارة متهمينهم انهم عم يرسموا صلبان على الحيطان. لشو عم يحرك شو؟ لشو هالحركات؟ يا عم المسيحية لا بالمظاهر ولا بالبهورات، مسيحية دين محبة. مزبوط يلي عم تحكي، بس مش هاي الحقيقة. مش الشباب المسيحيين كانوا عم يرسموا صلبان على الحيطان بالليل. أنا كنت بالليل على سطح الدائرة عم صلي، شفت مين رسم صلبان. مش شباب الحل، كانوا شباب غرب وما بيحكوا عربي، كانوا عم بيحكوا معهم عثماني. أبونا الرئيس، شي اللي عم تحكي كتير خطير. لازم أتصل بالقنصل الفرنساوي وبقية أناصل الدول الأوروبية وحطهم بأجواء اللي عم بيصير. بدك الأناصل تتدخل بهالموضوع؟ لازم ناخد احتياطاتنا، نحن بنعتبر حالنا مسؤولين عن هالحارة. بدي منك تروح لعند خيك الشيخ فرانسيس وتقول له يجي لعندي وخليه يجي معه عبد المعطي. عندي كم رسالة بالعربي بدي اكتبهم، بلكي بيساعدني فيهم عبد المعطي لأن لغته العربية فصيحة.
كل الحارة مرسوم عليها صبال. عرفت، خبرني رفايل. ما بعتقد الوضع رح يتأثر أكثر من هيك. بعتقد الزعماء مسكين الوضع. على القليلة هيدا اللي فهمته من الشيخ عبد الله. أنا بعكسك ماني مرتاح. الشيخ عبد الله أعطاني كل التطمينات، قال لي ما عاد الهم لا أنا ولا عيلتي، نحن تحت حمايته. بس مش هيدا الموضوع اللي مضايقني. هالشعب كل عمره عايش مع بعضه، كيف دغري بيقلبوا الناس؟ بعلمك جيران وأحبة وإخوة، شوي كل واحد بيقف على سلاحه. يا عمي الدين تيعمر الدنيا مش تيدمرها. انت واثق منه للشيخ عبد الله؟ ولو في خبز وملح بيناتنا. يمكن لانك بتضلك تساعده وبتضلك واقف حده وبتدينه مصاري لازم تاخد حذرك منه. بعدين رئيس الدار بيعت وراك. بوشي قالك بده شي؟ بده اياك تساعده بكم اتصال ناوي يعملهم. ما راح نطول بالدار كم ساعة تتكونوا فكرتوا بالشخصيات والزعماء اللي ناويين تحكوا معهم. داير الفرنسيسكان بعد وراي عاوزني. قتلوا ولاد جريس السميك بالحق؟ الله يرحمهم والله يهدي الفاعلين. دخيلك يا فرانسيس، انا خايفه، خايفه من هالنهار، مش مرتاحه. تذكري بعد زواجنا بشهر من بعد ما فتنا على بيتنا شو قلتيلي؟ صرت تحسي حالك غريبة بكل المطارح وما تحسي بدفى وسلام وراحة بال إلا لما تفوتي على عتبة هالبيت. هيدا بيتنا، هاي عائلتنا، هاي حياتي كلها كانت وبعدها. بس أنا اليوم خايف يخسر كل شيء. مع ربنا المجلة اسمه ما في خسارة. مازال الإيمان هو مصدر ثروتنا. ما كان من الأفضل لو بمصرياتنا عمرنا بيت بمطرح تاني أأمن. الشر إيده طايلة. ما في مطرح آمن بأي زاوية من هالأرض. بهالدنيا الفانية ما في مطرح آمن إلا اللي مباركه ربنا. يا فرانسيس أنا مش خايفة على حالي، خايفة عليك، على الولاد، على أخواتنا، على القرايب، على الجيران، على الأصحاب، على كل واحد بنعرفه. من حقك تخاف عليهم لأنك بتحبيهم.
لو ما بتحبيهم ما كنت بتخيف عليهم. شباب مش من الحي مجمعين على مداخل الحارة وبدون يفوتوا بالقوه. خلي ولادنا الشباب يحضروا حالهم، خلينا نروح على الدير نشوف شو لازم نعمل نحن وبنا الرئيس. خلينا نعمل اتصالاتنا بمعارفنا ونهدي الجو، بركي انا باتصالاتي بمعارفي وبنا الرئيس باتصالاته مع القنصل الفرنساوي والقناصل التانيين ومرجعياتهم، بركي منهدي الوضع باذن الله من بعد هالغيمة السوداء عن الحارة. انتو قتلتوا اللي جريس السماك؟ شو هالتامي هاي درويش اغا؟ عرب! هذا كلام مش مظبوط! شو فكرني يا بلد؟ اعوذ بالله درويش اغا، لملم لي شبابك عن الطرقات وهلا دغري بتروحوا بتفتحوا حارة النصارى. درويش اغا عم تحكي لي كانوا انا المسؤول عنهم. يمكن انت منك مسؤول عنهم، ولكن رحم لك مسؤولية كل نقطة الدم بتصير بحارة النصارى. إسلام دين تسامح وخير وسلام، إن شاء الله نكون فهمنا على بعض. رح أعمل جادي درويش آغا، شوف كيف بدي هدي الوضع برا. يلا انصرفوا بسرعة. قلب درويش اغا، انسى، الشباب صاروا جاهزين؟ اكيد، بلشوا بالهجوم. اسمع اسمع يا اسمع. نعم درويش اغا. يا بنتي انت انساني مؤمن. الحمد لله. بدي منك بدون ما حدا يعرف تغرمي عبود النصارى بالحي اللي حولنا. نعم. تحكي مع نحاريهم خلوهم يقنعوا رجالهم يجوا يتخبوا عندي بالحارة. خير درويش اغا، في شي؟ ان شاء الله ما يصير شي، بس ماني مطمن. النصارى جماعة بحميتنا، اقنعيهم يجوا يقعدوا عندي بالحارة هاليومين تحت حمايتي الشخصية. رح اتعب جهدي اقنعهم. وتركي البواب مفتوحة، اذا صار شي وحب اللي ما اقتنع منك ويهرب ويلتجي على عندي ما يشوف بوابي مسكرة بوجهه. بخصوص أكلهم وشربهم، عملي اللي لازم وما تتباخلي. حال We'll be right back.
هجموا على كنيسة الروم وحرقوا البطرك خانة. تأخرنا يا خيي، بطل فينا نعمل شيء، فات الأوان. الاتصالات هلأ إن كان مع القناصر ولا مع الزعماء العرب والعثمانية ما بقى لا تقدم ولا تأخر. خلي البنت داير بالدار، شوف برا دخني صودا مالوى السما. الله يلطف، شو عم بيصير؟ ما حدا بيعرف. بس وين وين؟ بالبيت. هيدي قصة القديس استيفانوس، أول شهيد للمسيحيين. ما خاف من الموت، ما خاف من أي شيء، لأنه إيمانه بالله كان كبير، وحاطت كل رجاه بيسوع المسيح ربنا المجد لإسمه، اللي بيضل مرافقنا كل أيام حياتنا وما بيتركنا، خصوصي بالأيام الصعبة. مالا اسمع الضجة. وين الباقيين؟ إخواتي بأول أوضة، وبنات عمي بتاني أوضة، بس مرت عمي ما شفتها، ما عرفت وينها. فوتي خليكي مع اخواتك لشوفها وينها. عم تحملني، شو رح يصير فينا؟
أبونا الرئيس، الهيئة الوضع برا كرماله عم يتأزم. صرت الساعة 11 قبل نص ليل. الله يخليك يا ابني، سكر باب هالدائرة منيح وخلينا نجتمع بالكنيسة ونصلي طلبة جميع القديسين ونعترف ونتشفع لأمنا العذراء ونزيح القربان ونتناول. معك حق أبونا الرئيس، خلينا بهالليلة السوداء نسلم أمورنا للرب. هو خلقنا، هو خلصنا، هو بيعرف الأنسب بنا. فليهرب إلى الجبال من كان عند إذن في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل يأخذ ما في بيته، ومن كان في الحقل فلا يرتد إلى الوراء ليأخذ ثيابه. الويل للحوامل والبرتعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يأتي هربكم في الشتاء أو في السبت. ستحدث عند إذن أزمة شديدة لم يحدث مثلها منذ بدء الخليقة إلى اليوم ولن يحدث. ولو لم تقصر تلك الأيام لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل المختارين ستقصر تلك الأيام. سيفصلونكم عن المجامع، بل تأتي ساعة يظن كل من يقتلكم فيها أنه يؤدي الله عبادة. إنهم سيفعلون هذا لأنهم لم يعرفوا أبي ولا يعرفوني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتنتحبون ولكن العالم سيفرح، ستحزنون ولكن حزنكم ينقلب فرحا. شو يا أزمة؟ ماشي الحال؟ نعم يا أبا. شو هالكمية القليلة هي؟ هاي بتكفي الناس اللي موجودة بالحارة؟ أبداً يا أبا، بس هالقد بعدنا عايزين. الله يعطيك العافية، والله يقويك. هو عطت باخة بس. طلباتك كلها أوانك. يعطيك العافية، الله معك. فواز. نعم. بدي منك تروح عند الأمير عبد القادر الجزائري، تخبروا شو صار بحارة النصارى، وتبلغوا عن لساني انه يفتح ابواب حاراته لكل الناس اللي هربانين من المجلس. نعم. وبعدين بتروح عند القنصل الفرنساوي بتقول له انه انا عايز شوفه ضروري 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 حتى لو بنص الليل. نعم. فهمت؟ نعم. يلا الله معك. ما بدك تطلع معنا على سطح الدار؟ الرئيس والرهبان والكل صاروا فوق. ما بعرف يا خيي ليه من بعد ما زيحنا واعترفنا وقدسنا وتناولنا القربان حبيب بقى هون، حاسس بسلام وراحة بال، حبيب بقى حد أم العذراء، حد ربي. اشكر على كل شيء منحنا اياه، على كل العطايا اللي عطاني اياها بحياتي. ما بعرف ليش يا خيي من بعد ما تناولت هالقربانة حسيت بفرح كبير، شعور ما بقدر اوصف لك اياه. تعرف يا خيي، روح اطلع انت خليك حد رئيس الدير، انا ببقى هون شي ساعة
تصير الساعة شي وحدة بعد نص ليل برجع بلحقكم. مصير هالدير معلق فيك، إذا بتتجاوب معنا بيمشي الحال، إذا لا رح تجبرنا نكرر مع دايرك اللي عملناه بكنيسة الروم وكنيسة الموارنة دير الكبوشيين. إيه وشو المطلوب مني؟ تينا شو بتحوي من مصاري وكنوز ونخليك تسلم أنت ودايرك واللي فيه. بهالدير في كنز وحيد عمره 400 سنة، إذا بهمكن هالشي خليني دلكن عليه. أكيد بيمشي الحال. تفضل. مخبى الكنز الكبير بالبيت، ما عندي غيره أقدم لكم به. فرانسيس المسابكي وينو؟ بدنا فرانسيس المسابكي. انت امك مصليت لك بليلة القدر، الشيخ عبدالله راضي عنك، بعتنا حتى نخلصك. والشيخ بعتكم تقتلوا رئيس الدير؟ موضوع ما الك فيه، اهتم بحياتك شو بدك بغيرك. نحن المسيحيين كلنا خلايا بجسم واحد،
إذا انوجعت خليي كلنا نتأثر ونتوجع. أوقات لما شقفة من الجسم تمرض وبتهتري لازم نقطعها. هيدا قرار وحده الطبيب له حق ياخده. ما قلت لي شو مطالبكن مني؟ جايين نخلصك بطلب من الشيخ عبد الله، وإذا أخوتك بيطوعونا وبيهتدوا منخلصهم كمان. وحده المخلص ربنا يسوع المسيح، مع غيره ما في خلاص للبشرية. هو كلمة الله اللي تجسدت تتدفق بموتى حياة البشر. يمكن الشيخ يعفي عنك لأنك صديقه، بس بقرارك هذا ما عم تشفع بأخواتك. نحنا ما منخاف من يلي بيقتل الجسد ومش قادر يقتل الروح. الله وحده المجد اسمه هو ضابط الكون. مشكلتنا معكم اليوم عم تهتموا بمصالح عناصر الأجانب حساب الدولة العثمانية، بدل ما تورتوا من جدكم المطران حنانيا هالوفا للعرب وردتوا روح الخيانة من فرانسيس سميك. حكي معك مضيع الوقت. مع آلامك يا يسوع. اصلا مش رح ينزعل الشيخ عبد الله من موتك، على القليل ريح لي ديونه. خلينا نفل هلا، اذا طلع حدا بوشكن سوحوه. يا رب ناطر هاللحظة اللي بدي التقي فيك. استحق ما بستاهل. أنا العبد الخاطئ. وشكرك يا رب لأنه آخر صورة رح تنتبع بعيوني هي صورة أمك العذراء. قبل ما فارق حبي فرحت كبير ورح فارق الحياة ودمي مسكوب على مسبح جهلودك. الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟
الرب حصن حياتي، ممن أرتعب عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك ثقتي. واحدة سألت الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، اسمع يا رب بصوتي أدعو، فارحمني واستجب لي وجهك يا رب ألتمس، لا تحجب وجهك عني، لا تحجب وجهك عني. كنت عوني فلا تخذلني ولا تتركني يا إله خلاصي. عمالك أنا معك، أنا جيت لعندك، منك وحدك. سبقك يسوع يا خي، يسوع ما تركني ولا لحظة. فرحتك كبير يا خي إنك تنهي حياتك شهيد مثل قفة الشهداء بعيلتنا. المهم يبقى حدا يكفي الرسالة. إذا أنا استشهدت يا خي بتضل انت، بيبقى فرانسيس، بيضل خينا ابونا عبد الله، بتضل اختنا مريم، اختنا مارتا، متابعين المشوار. انا من السما رح كمل معكم مشوار القداسه. ربنا ما رح يترك كنيسته، من هالحجارة رح يبعث ولاد لابراهيم يبشروا، وأبواب الجحيم ما رح تتغلب على كنيسة الرب. تأكدوا إذا ماتوا، إذا لا نقول المسألة بسرعة. Thank you.
فرنسا دعيت لمؤتمر دولي شاركنا فيه نحن كمان، معكم ومع بريطانيا والنمسا وبروسيا وروسيا. أنا شخصياً وزير خارجية للسلطنة العثمانية، حبيت أجي من إسطنبول وزور سعادتك وأقدم اعتذاري للسلطنة وأعبر عن غضبي من كل المجازر اللي حصلت. 7000 عسكري فرنساوي بقيادة جنرال بوفو دو تابول صاروا مرفق بيروت، وبين ساعة وساعة بيصيروا هون بدمشق. ما في لزوم، هيدي مسؤوليتنا ونحن حاضرين. بدك ما توخزني فؤاد باشا، فرنسا شبعت حكي وعود، بدنا شي ملموس. شخصيا جيت على دمشق ساعدت القنصل حتى اخذ التدابير العثمانيه الملموسه. فيك تحطني بصوره اجراءات رح تقترحها فؤاد باشا؟ طبعا، رح امر بعقوبه كل الموظفين يلي وقفوا على الحياد او يلي تواطؤوا مع الثوار ان كان بجبل لبنان او بسوريا، ورح امر باعدام كل جندي شارك بالمجزره وكل شخص شارك بقيادة الهجوم على الحارة، ورح اشنق كل زعيم له يد بالمجزرة، ورح كرم بالمقابل كل زعيم حمي النصارى وحضضنا وبعد عنهم خطر المجزرة. بالنسبة للتعويضات نحن حاضرين ونحن جاهزين لنترأس أي لجنة دولية ناوية دول العظمى تشكلها لتتأكد من عودة السلام وعدم تكرار اللي حصل بحزيران وتموز بجبل لبنان وبسوريا.